عم نتابع اذا نحن وياكم عالمنا الصباحي لليوم، وفورا خلونا ننتقل لعند كارمن. طبعا حابين تتصلوا فيها تعرفوا تفاصيل اكثر، صارت معنا باستوديو وضمن زودياك. رح ننتقل لعندها ونقول لها كمان مره ينعاد عليك كارمن. صباحكم بألف خير، صباح الخير غادة، صباح الخير لشيف شادي ولجميع الشباب اللي معنا، بقلكم كلكم ينعاد عليكم عيد فطر سعيد، وإن شاء الله دايما 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 أيامنا حلوة وكلها أعياد. قبل ما أبدأ بأول اتصال اسمحوا لي أخذ إيميل بعثت لي باربرا. باربرا عندها سؤال عام، بدها تعرف بشكل عام شو أخبارها. بالنسبة لك يا باربرا، هيدي باربرا معنا 19 ديسمبر 77، عندي ساعة ولادي، أعطتني ساعة الولادة، وبالتالي يلي لازم نحكي عنه هو بما أنه بشكل عام كيف هي الكواكب مقسمة، بأي بيوت موجودة، وكيف التطورات بالوقت الحالي. بالنسبة لك يا باربرا في عندي نقطتين دائما بدي اطلع عليهم، برج العقرب وبدي اطلع برج السرطان، لانه اثنيناتهم عند كل الابراج عند كل الاشخاص شغالين، لانه المشتري موجود ببرج السرطان ولانه زحل موجود ببرج العقرب، وبالتالي بالنسبه لك انت في عندك بعض المشاكل، بعض التقلبات، بعض المفاجات اللي ما رح تكون هالقد سهله بالنسبه لك باخر هيدي السنه، تقريبا حول عيد ميلادك بكوانين فينا نقول. عندك شخص او جهه معينه فجأة بتحسي انه عم يشتغلوا لك، عم يشتغلوا لصالحك، بدك تعرفي تشتغلي على هالنقطة لحتى يمشي حالك ولحتى تقدري تتقدمي. الصفحة الجديدة والمهمة عندك أنا بلاقيها بعتقد إذا ما أخذتيها بسنة 2013 بهالكم شهر اللي مرقوا، بدك تنطري تقريبا لأواخر أو لمنتصف 2015 لحتى الأمور عندك ترجع تفتح من جديد. ناخذ اتصال من ليلى. تفضلي يا ليلى. الو، يا اهلا وسهلا. بونجور كارلا. بونجورين، كيفي؟ منيحه الحمد لله. بدي اسال انا عن بنتي. نعم تفضلي. 2 نيسان. 2 نيسان. نعم. 84. نعم. الساعه 11:30 بين 11:30 و12:30 بالليل. بالليل. هيدي كنت متصله فيكي انا قبل، عندها مشكله بالانجاب. اي اوكي. صار لها 3 سنين متجوزه، عم تتحكم ما في نتيجه. قلتي لي ردي علي خبر تبقي. اوكي. بعد قلتي لي بعد 6 أشهر من هالسنة. نعم. في شيء إيجابي عندها. نعم. بس ما عم تستفيد لا على العلاج عند الحكمة ولا شيء. طيب. وبالنسبة للحالة الزوجية اللي عندها والمادة اعملي معروف. اوكي، شكرا لاتصالك. يا أهلا وسهلا. عم جرب اعمل عمليه حسابيه لشوف اذا في من تغييرات بالهلا حاليا. 12 تروح حتى هيدي قطعت كمان. المشكله هلا اذا عم اشتغل تقريبا على ساعه صحيحه، في عندي برج الثور موجود ببيت خانه الاولاد، حطيتها على 11:30، اذا حطيتها تقريبا على 12 بالليل نوعا ما بيضل عندي جزء من برج الثور عم يتحكم بموضوع الاولاد. المشكله هي هاللون الاخضر، كل شيء وهاللون الاخضر هو برج الثور موجود بموضوع بخانه او بحقل الاولاد، هذا معناتها في عندي شويه صعوبات وعندي اوبوزيشن من كوكب زحل، يعني في عندي عراقيل. المشكل اللي بلاقيه انه هالقصه بعد بدها نتفت وقت، بعد بدها نتفت وقت، بدها تكون كثير صبوره، بدها تهتم كثير بامورها، بدها تطول بالها كثير، وبتمنى انه حدا يتفهم وضعها لحتى ما يصير في عندها استعجال لهالموضوع. بدها علاج؟ فيها تابع العلاج اكيد، بس حاليا في مجال، في احتمال انه يكون في عندها اولاد، بدها وقت وبدها صبر. بتمنى انه الامور تتاخذ بوقتها مثل ما هي. فجأة هلا معقول يكون فجأة في بيبي، معقول كثير فجأة يكون في بيبي. ناخذ اتصال جديد. رنا تفضلي. بونجور. يا اهلا وسهلا يا رنا. رح اعطيكي تاريخ ميلادي. نعم. 25/7/74. 74. خلقاني 11:30 الصبح.
11:30 الصبح. اوكي رنا، سؤال. كل شيء اذا بدك تحكيني. اكثر شيء عاطفي كنت، يعني كان في حدا وتركت، هلا في ما بعرف اذا منكفي، بس تقريبا كل شيء. شوفي لي، شوفي عندك بالشعر هلا في ايمتى بلش بجويه؟ بجويه وكان قبل جويه شوي، بس بجويه اكثر. بجويه عم تحكي عن نفس الشخص بجويه؟ ايه عن نفس الشخص. ايه منكفي. طيب تابعيني، اعملي معروف على الشاشه، خليني اعمل حساباتي لقلك انا شو اللي مبين. في اشياء كثير حلوه ناطرتك. كنت عم بقول لك اذا جويه، لانه المشتري كان على فينوس، يعني كان في عندك توقيت كان كثير حلو بجويه لحتى يكون في بدايه لامر عاطفي كثير حلو. هل يا ترى بتكملي ولا لا؟ ما فيني اكد لك اذا بتكملي ولا لا مع نفس الشخص، بس انا بقول لك حرام تبقي مع هيدا الشخص اذا هيدا الشخص منه سيريس. ليش؟ لانه فيري سون فيري سون، تقريبا بأدار ونيسان، خاصه بأدار 2014، انت مفروض يكون في عندك زواج، ومعقول يكون في عندك ارتباط. ومش بس هيك، اذا بتشتغلي كمان مهنيا في تغيير، وفي فعلا نقله نوعيه كثير حلوه، وعندك بصيف 2014 في عندك مفاجاه كثير كبيره ونقله نوعيه. يعني باختصار سنه 2014 ربيع وصيف 2014 هن اللي بيعملوا الفرق كثير 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 عندك، ومش شوي. فاذا عم بتضيعي وقتك مع شخص شايفتيه وحاسه انه منه سيريس، نصيحه فلكيه تغيريه وتشوفي شخص اخر، او تجربي يمكن شخص اخر. بدك تخلي باب الاحتمالات مفتوحه لانه النصيب واصل لعندك. ناخذ اتصال. مايا تفضلي. بونجورين يا مايا، كيفك؟ كارمن يا احلى، تفضلي. بليز بدي اسالك، انا مايا خلقاني ب 29 تموز 82 82 دوز 82 دو. اوكي بليز بدي اعرف عن الشغل. اي الساعه مايا؟ بين الساعه 12 والوحده الظهر. ايه طيب رح حط 12:30. اوكي ايه سؤال. بدي اعرف عن الشغل اذا شو بيصير معي، وبدي اعرف كمان اذا في شيء حياه عاطفيه وهيك، وعن كل شيء عن جنرال. اوكي اوكي مايا، بس في مالك حدا ولا لا؟ لا بعتذر منك، عم باخذ شخص واحد بالاتصال يا مايا. مايا قلبها كثير طيب. مايا من الاشخاص اللي قلبهم كثير احيانا بيكون بسيط، احيانا كثير قلبك طيب طيب، بتصدقي كل شيء وتمرقي اشياء كثير. اضف الى ذلك انه انت في عندك مجموعه كواكب موجوده ببرج السرطان وببرج الاسد، اثنيناتهم بيعطوا طيبه قلب، خاصه برج الاسد اللي عنده فعلا طيبه قلب. الناس بتضحك عليه اذا ما انتبهتي، فبدك تنتبهي لهالنقطه. التغييرات، انت في عندك كمان اشياء حلوه مثل ما كنت على المتصله قبل. انت في عندك بصيف 2014 هو النقلة النوعية، إن كان بحزيران آخر حزيران ولا بتموز، هن يلي رح يغيروا عندك كتير 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 أمور، سواء كانت عاطفية وخاصة كمان بالنسبة للأمور المهنية. بالنسبة للأمور العاطفية والمادية، أنت كمان رح تستفيدي بمطلع سنة 2014 وتحديدا بفصل الربيع. فينا نقول حتى بشهر أدار تحديدا، بدك تعمل حساب أنه في عندك شيء جديد كتير بحياتك. ناخد نوال. تفضلي نوال. ألو تفضلي نوال. بدي أسألك عن بنتي إذا بتريدي. تفضلي. بنتي خلقاني 16 تشرين الأول. نعم. بسنة 84. نعم. بين الساعة 1:30 و2:15 بعد الظهر. واثنين بعد الظهر. نعم السؤال. بدي اسالك عن حياتها العاطفيه، لانه عم بيتقدم لها كثير شباب. نعم. وما عم بيصير في نصيب، ما بعرف، لان هي كانت علاقه من 5 سنين مع شخص وتركه. ما بعرف هالشيء اذا له تاثير ولا ما بعرف. تركه ايمتى تركه؟ من 5 سنين. من 5 سنين تركت؟ ايه بس انه ما بعتقد ما في يعني اي تواصل معه، بس هلا انه 5 سنين خلص انتهت يعني. ايه انتهت، انتهت اكيد زمان. ايه طبعا. ايه بس هلا بيجيها كثير شباب وبنتي ما عم بيصير في نصيب مع حدا، ما بعرف ليه، في شيء عندها شيء قريب فيه. ايه اوكي خليني خبرك شو عم بيصير، خليني خبرك شو اللي مبين.
بالنسبة لإلك اللي بشوفه لبنتك في أشياء حلوة بالنسبة لإلها، في نصيب بالنسبة لإلها، يمكن تاخذ القصة تقريبا حوالي السنة سنة ونص بس لما المشتري بيوصل على بيت الزواج. في أشياء حلوة ما تعتلي هم بهالوقت، بخلال هيدي السنة أنا ماني شايفة أمور جيدة وحلوة وواعدة جدا جدا جدا، بس بقلك إنه موضوع الزواج كتير قرب منا، كتير قرب منا. بدنا نرجع نحكي بآخر السنة أو بمطلع سنة 2014 لأنه الجو عندها كتير واعد. حتى هي من الأشخاص اللي كان مفروض بهيدا الشهر تموز، شهر اللي مرق، كان مفروض يكون في عندها تغيير، يعني كانت بتمنى أنه تكون تعرفت على شخص علاقة جدية لأنه كان في عندها زواج بشهر اللي مرق. بعد في مجال، مش انه انقطع النصيب، بعد في نصيب ما تعتلي هم. خلينا نشوف كيف هالسنه بتمرق وبنرجع نحكي اذا بدك باخر السنه او بكانون الثاني. هذا كان اخر اتصال لليوم، بتمنى للجميع نهار حلو، عيد فطر سعيد للجميع، عوده لك غاده. شكرا لك كارمن، اكيد رح نرجع نلتقى فيك بكره، انما هلا مع كل المشاهدين اللي عم بيتابعونا كمان مره رح ناخذ بريك ومن بعدها بنرجع بنتابع فقراتنا لليوم.